هيك يصير لما ننقسموا الخوت يحاربوا بعضهم. هيك يصير لما الفاسد والسارق واللي مسؤول علينا. هيك يصير لما كل واحد فينا يدير روحه خالق ضية ويقول اخطى راسي وقص. هيك يصير لما كل واحد فينا يسبق مصلحته الشخصية على مصلحة بلاده. شمعنى ليبيا؟ شو حسك قلت؟ شمعنى ليبيا صفة هيك؟ وانت علاش مستغرب؟ من الطبيعي يصير فيك هكي واكتر. انت هزع لروحك ولا شنو؟ انت اكبر احتياطي للنفط في افريقيا، انت الرابع في الغاز والخامس في النفط الحجري. انت الجنوب عندك راقد على نهر من المية. انت بالطاقة الشمسية مستعد تغرق اوروبا بالكامل بالكهرباء. انت عندك اطول ساحل في البحر المتوسط، وبلادك كبيرة وشعبك صغير. انت مستوعب الخيرات اللي نقول لك فيها ولا؟ لو قعدنا 10 سنين بس، 10 سنين بس في حالة استقرار، حنولوا اكثر دولة متطورة في المنطقة. انت فاهم شنو بيقول؟ انت عندك الخيرات هذه كلها، وتبي العالم يسيبك في حالة؟ هو في حد يعطي فرصة لحد باش يكبر عليه؟